خلي بالك انه الاعلام بعد 25 يناير زي كل الحاجات في مصر اتلخبطت، اتغير شكلها. اتلخبطت، لا لا اتلخبطت، مش اتغير شكله. يعني انت في حاجات كتير جدا ما بتبقيش عارفه هو ايه المطلوب فيها. في بعد 25 يناير كان في يعني لخبطه لحاجات كتير جدا ومعايير كتير جدا ووظائف حاجات كانت ثابته ومستقر. فبدانا الاعلام، انت دلوقتي لو جيت تتكلمي الناس في الشارع عايزين حاجه من الاعلام غير اللي عايزها اللي في السلطه. والاعلاميين نفسهم عايزين حاجه من الاعلام غير الناس اللي بيصرفوا عليه. كل واحد عنده هدف بالزبط. ورؤيه عاوز عايزها تسود، عايزها تسود. يعني عارفه لو في جينا دلوقتي يعني الهيئات الاعلاميه اللي اتشكلت دي لو جت في لحظه معينه عملت مدونه انه هذه المدونه تقول الاعلام المصري المفروض يقدم ايه في هذه المرحله. كويس؟ ونيجي نقعد نتناقش حواليه. والله نرفض، نعترض، نقول دي كويسه، دي وحشه، بس نوصل في الاخر لمدونه انه الاعلام ده مطلوب منه ايه؟ الاعلام الحكومي اللي هو ممثل في المؤسسات القوميه بتاعت الصحافه ومسبيره مطلوب منه ايه؟ مدونه سلوك. الصحف الخاصه مطلوب منها ايه؟ القنوات الخاصه مطلوب منها ايه؟ ونقعد نحط هذا الاتفاق، وبعدين اللي يخرج عن هذا الاطار يبقى تتم رقبته بعد كده. تفتكر حضرتك المجلس الاعلى ممكن يقوم بهذا الدور؟ ما يحل مشاكله الاول. يعني عندنا مشاكل كتير الأول. صح؟ لانه كيان طالع متعسر للاسف الشديد. يعني احنا ايه المشاكل يا دكتور؟ لا يعني هو كيان طلع حتى من غير ما يحددوا له هيقعد فين. ومن غير ما يحددوا اختصاصات، ورغم ان هو في القانون اختصاصات واضحه. الناس بتتخانق، يعني دلوقتي في خناقه على مين يعين رؤساء تحرير الصحف، الهيئه الوطنيه للصحافه ولا المجلس الاعلى للاعلام. طيب مين هيقعدوا فين؟ يعني هل المجلس الاعلى للاعلام هيقعدوا في الدور التاسع في مسبيرو ولا الهيئه الوطنيه للاعلام هي اللي هتقعد؟ حاجات كده غريبه. مين يستخدم عربيه الوزير؟ صحيح كل ده ممكن يعني يخلص بسرعه، بس انت بتتكلمي على الناس اللي موجودين. هم قدام اختبار صعب، وخليني انا ايه ما اعترضش من الاول. يعني خليني ايه ما اعترضش من الاول، اقول الناس تاخد وقت للشغل وبعدين نحكم عليه. يعني خلينا برضو ايه يعني بدل ما نعترض من الاول كده ونقول مش هيعملوا حاجه، يعني بدل ما نصادر ونقول مش هيعملوا حاجه. لكن انا بقول لحضرتك من خلال التركيبه هم لازم يحلوا مشاكلهم، لان دي مشاكل صغيره جدا. ما المشاكل الكبيره هي الكبيره. بالظبط. انت بتتكلمي على اعلام محتاج ترميم بشكل كامل، ترميم يعني اذا جاز التعبير يعني يتكنس ويتبني من الاول وجديد. هنقدر؟ بصي عشان نبقى واقعيين، جهاز ضخم جدا. لا هو ممكن على سبيل التمني نتمنى، لكن على سبيل الواقع اعتقد ان احنا هنتعب كتير، محتاج هنتعب وقت كبير جدا. حضرتك ذكرت انه في جمهور جاهل. مين هو الجمهور الجاهل؟ ما هو في جمهور شكله ايه؟ هل جاهل امي مش متعلم؟ لا ولا جاهل ايه؟ احنا كنا في برنامج عارفه، وبعدين ذاعوا تقرير بيستطلعوا راي الناس في اداء البرلمان. ايوه. فكل الناس اللي اتكلمت، كل الناس اللي اتكلمت بلا استثناء قالوا كلام بعيد خالص عن الحكايه. يعني حتى فيهم واحد قال لك ما انا مش فاهم هم ليه ما بيناقشوش قانون الاصلاح الزراعي. مش نوع من التعالي على الناس، بس احنا الشعب ما بيقراش. رقم واحد ما بيقراش، وثقافته ثقافه شفويه، ولما بنسال في حاجات حتى لو احنا ما عندناش علم بيها بنفتي. كويس؟ فمساله لا احنا جاهلين بحاجات كتير جدا. يعني الجمهور اللي بيقرا هو جمهور مش مثقف؟ لا وفاسد كمان. وفاسد لانه هقول لك على حاجه. جزء بمعنى ايه دكتور؟ فاسد يعني فاسد بمعنى انه انا قلت حكايه انه جمهور فاسد دي في ندوه في معرض الكتاب. قلت اذا كان في اتهام للاعلام انه يقدم مضمون فاسد، فلانه من يتناول هذا المضمون الفاسد جمهور فاسد. جمهور فاسد لانه هو اللي بيخلي هذا المضمون الفاسد يستمر. انت بتتكلم في مره مثلا حصل ضغط ومقاطعه البرنامج من البرامج، والمذيعه قعدت في البيت. صح؟ عملوا حمله، وانا مع الحاجات دي على فكره. يعني اذا كان المجتمع شايف انه ما اقدمه من اعلام ضار وفاسد، رغم انه الحمله اللي اتعملت على مذيعه ما كانت حمله مغرضه وراها شويه صيع من النشطاء وقعدوها في البيت. دي حاجات شخصيه. كويس؟ ما نقدرش نعرف مين هي تقصد؟ مين؟ لا ريهام سعيد. لا ريهام سعيد في الحلقه بتاعت سوريا
في لحظة معينة عملوا حملة ضخمة جدا عليها، ودخل فيها مش عارف باسم يوسف، ودخل فيها الجماعة بتوع مش عارف وائل غنيم مين وحاجات كده، وخلصت كلها تصفية حسابات. أيوة كويس، تصفية حسابات بشكل واضح جدا. فحتى الناس الجمهور اللي هو بيقف قدام مضمون فاسد بيبقى بيقف قدامه لهدف في دماغه، لان هي مثلا يعني الاعلام لأن هي والصحافه فيهم عملت تصفيه حسابات. لان هي عملت حلقات اسوأ من دي مفيهاش كل كويس. فلا في جزء كبير جدا من علاقه الجمهور بالاعلام في يعني الجمهور يقدر يصفي حسابات مع الصحفي والاعلامي. طبعا، وتحديدا بعد منصات السوشيال ميديا، لان هو انت عارف السوشيال ميديا مؤثره ليه بشكل بقى واضح انها ابيحه. ابيحه بمعنى يعني انا مثلا لو اي حد يقدر يدخل ويشتم، لا ويشتم يشتم يعني. وبعدين يعني مثلا جمدة. انت لو في الصحافه او في التلفزيون او في الاذاعه وعندك مثلا حد هتهاجميه في حدود للهجوم كويس، انما انت على السوشيال ميديا بتقول له امك وابوك وخالتك وعمتك وبتقلعيه وبتلبسيه وتشوهيه وتعملي له مش عارف كنترول. ايه وتقول اللي تقوليه، فالراجل يقول لك يعني السلامه كويس. في وزيرين اتشالوا بحاجات زي كده. فهنا ده تاثير، انا مش بقلل برضو من دورها، لكن انا بقول لك تاثيرها اقوى من الاعلام التقليدي، لان هي بتلجا لطريقه فتح عام يعني اللي هو ايه، فضيحه يعني، ما تمسك واحد تعمل له فضيحه كامله يعني، حق باطل بقى مش دي المشكله. فلا انه جمهور في كثير من الامور، عشان بس ما يبقاش التعميم يعني، في كثير من الامور يجهل ما يتحدث عنه، وفي كثير من الامور هو جمهور ذوقه فاسد لانه هو بيتناول المنتج الفاسد وبيدعمه فبيستمر.